اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد او وصفه جديده. سأقول لكم عواشر مبروكه ومرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد المربى او كونفيتير اللي كيجي بالفريز ولا بالفراوله، كيجي رائع ولا اروع. كتشوفوا الجماليه ديالو، كيجي عاقد. هنا كتشوفوا كنديروه في قراعي معقمين، الشكل ديالو اللي كيجي ولا اروع، تيجي عاقد وتيجي لذيذ وصحي. ندوزو نشوفو مكونات الطريقه مع بعضياتنا. وعلى بركه الله ان شاء الله غادي نحتاجو واحد المربى اللي كنكونو فريز اللي كنكونو غسلناه بالخل مزيان، واللي غنحتاجو لهاد المربى كنحتاجو الفريز اللي تيكون اللون ديالو احمر، اللون ديالو داكن بلي تيبان لكم صفر بحال هكا، ما نديروش، نديرو اللون ديالو داكن، يعني كيكون اللون ديالو مغلوق، احمر مغلوق، وتيكون شويه طايب. الا ديتو هاد الصفر هذا بحال هكا تيكون شويه حامض. يعني نحاولوا نختاروا الفريز يكون شويه احمر بالزايد، اللون ديالو غارق كيف ما كتشوفوا وطايب، ماشي تيكون قاصح. ونغسلوه مزيان بالماء والخل. هنا غادي نبدا نقطعو، غادي نقطعو طريفات صغار، طريفات صغار كيف ما شفتو الشكل ديالو، اللون غالق، قطعوهم طريفات صغار. هنا كنعزل كنختار لي اللون ديالو غالق، كنحاول الا بانت ليا شي حاجه بيضه في الوسط كنحيدها، لانها تعطينا الحموضه وبتخسر لينا اللون. حنا حاجتنا في اللون باش يخرج لينا اللون احمر داكن بحال هكا. هادي مزيانه، الا كانت بيضه في الوسط ما كنديروهاش. هادي صفرة بزاف، مغاديش نديرها تناكلها. شوف اللون ديال هادي تبارك الله لونها مغلوق، شوفوا الوسط تيكون احمر. هنا تقريبا غادي ندير واحد كيلو ديال الفريز، نص كيلو قطعته ونص كيلو غادي نحكو كيف ما كتشوفوا، كل شيء واضح. نص كيلو قطعته، نص كيلو غادا نطحنو، غادي نحكو بالحكاكه ديال الثومه ونكمل. هنا عندنا كيلو، كيلو ديال الفريزة والتوت كندير فيه نص كيلو ديال سنيده، وانتوما ديك الساعه انتوما كتحكموا في الحلاوه. انا جاتني هي هذيك كيلو ديال الفريز نص كيلو ديال سنيده، يعني زلافه، راه هذيك الزلافه كتهز ليا نص كيلو. شوفوا بعد ما كنحركتو بدا كيطلق الماء، غادي نخليه واحد ساعه ولا ساعتين ولا يبات كاع، ماشي مشكل. لما كان عندك الوقت خليه يبات، الا ما كانش عندك الوقت على الاقل خليه واحد ساعه ولا ساعتين تيطلق الماء ديالو، حيت غنطيبوه بلا ما، غنطيبوه في الماء ديالو اللي غيطلق. شوفوا الماء اللي طلق، هاد الماء هو فاش غنطيبو، صافي فقط، لان الفريز اصلا طيب ما يحتاج لا ما لا والو، غيطيبيه في الماء ديالو. كنجيبو شي طنجره وكنديروها فيه، نديروها في الطنجره اللي غادي يطيب فيها. كنحتاج واحد عصير الصحانده، وواحد العويد ديال القرفه، ممكن هنا ديروا باديانا الا كاينه، الا ما عندكمش قرفه بغيتوا ديروا الباديانا ديك النجيمه. هنا بعد ما درنا على النار وطلعت هاد الغليه الاولى الكشكوشه، هاد الكشكوشه كنحيدوها، ماشي صحيه كنحيدوها.
شفتوها؟ من الفوق كنهز. غادي نحيدو هاد الكشكوشه وغادي نقصو عليه النار. بعد ما غلا نقصو عليه النار، نخليوه يطيب في الماء ديالو. قلنا ما غاديش نزيدو فيه الماء. هنا ممكن نتوما تزيدوا فيه الفاني ولا تزيدوا ما زهر، ولكن انا كنكتفي بالحامض بعويد ديال القرفه، كيجي رائع. هنا كيف ما شفتوا بعد الكشكوشه مابقاش كطلع صافي، نقص عليه العافيه وغادي نخليه يطيب على خاطره. ها هو طاب، مابقاش كيدير الكشكوشه. شفتوا مابقاش كيطلع الكشكوشه، تيقول لكم صافي مابقاش كيدير الكشكوشه. وغتجربوه فشي طبق صغير ولا طبسي صغير، كيبان لكم راه تيعقد. صافي نطفيو عليه، نحيدوه من البوطه. شفتو عقد؟ يعني صافي هو راه حك سخون، باقي كيتحرك، ولكن راه عقد. غنحيدوه من على البوطه. شوفوا الشكل ديالو، كيبين لكم الفيديو واضح انه ولا هادئ، ما بقاش كيطلع الكشكوشه، يعني صافي ولا ثقيل. كنفرغوه هنايا باش يبرد ليا انا، هي باش نوريكم نتوما باش تشوفوا اللون ديالو. انا خويته هنا بالزاج باش تشوفوا اللون ديالو، حيت الطنجره عندي اللون ديالها شويه غالق. غادي نخليوه حتى يبرد، يعني باش يعقد مزيان. نحيدوا هاد العويد ديال القرفه اللي درنا. ونا بعد ما تيبرد شوفوا كيعقد، باقي سخون وباقي يزيد يعقد. كنديرو في قريعات اللي كيكونوا معقمين، طبيعة الحال معقمين بالماء سخون. تيجي غزال هاد المربى، طيب في الماء ديالو وبالحامض ومنسم بالقرفة. يعني ما تخلطوش المنسمات، انا سنقول لكم صافي. كنوجد القريعات ديالي، وسنقول لكم بالصحة والراحة، والى اللقاء. بسلامة.